في قلب مدينة تشبع تهويدا وتدنيسا، لم يختلف محيطها من البلدات والقرى من مشاهد جنود حقنوا بالكراهية والعنصرية. على مدخل بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة، اعتدى جنود الاحتلال على عدد من منازل المواطنين وأغلقوا مدخل البلدة، مانعين حركة المواطنين ومركباتهم من الدخول. الشبان تصدوا لجنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة بعد أن حاول الجنود التقدم داخل البلدة لاعتقال ما أمكن من الشبان. وفي مشهد العدوان أطلق الجنود الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيلة للدموع، ما أوقع عددا من الإصابات. من محيط مدينة القدس المحتلة إلى غرب وشمال مدينة رام الله الاستيطان يتعاظم، كما المحتل يزداد عدوانا واستباحا. فهؤلاء الجنود وبهذه الأسلحة جيء بهم بهدف القتل ليس إلا. وفي بلعين التي يلتهم أراضيها الجدار، أمطر جنود الاحتلال المواطنين بمئات القنابل الغازية. أصيب خلالها الشاب أحمد برناط بقنبلة غازية في يده، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق. وتأتي مسيرة بلعين الأسبوعية إحياء للذكرى السنوية 5 لاستشهاد المواطن باسم أبو رحمة خلال تصديه لقوات الاحتلال ودفاعا عن الأراضي المصادرة لصالح الاستيطان. سنبقى أوفياء لروحك ولأرواح شهداء شعبنا الفلسطيني، وبهذه المناسبة أيضا نقول لأسرانا الأبطال سنستمر في مقاومتنا الشعبية وفاء وانتصارا لكرامتكم. هذا العدوان والاستباحة لدماء المواطنين والتعدي بالسرقة على أراضيهم وممتلكاتهم يطال مختلف محافظات الوطن التي تئن إرهاب العابرين وفساد المارقين. من قرية بلعين غرب مدينة رام الله، علي دار علي، تلفزيون فلسطين.